هدف. هذه مباراة ودية في عرف كرة القدم، مباراة كرة شيقة وممتعة بين مصر وتركيا على أرض أحد المتباريين، انتهت مع صافرة أطلقها حكم المباراة، وخسر من خسر وفاز من فاز وانتهى الأمر. انطلاقاً من دور القوات المسلحة الرئيسي في تأمين وحماية الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية عدداً من الضربات المركزة نهاراً وليلاً، استهدفت عدداً من تجمعات العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية. وهذه مباراة أيضاً بين مصر وتركيا اشتعلت في أرض هي ليست بمصرية أو تركية، أرض تنازع أبناؤها حتى اقتتلوا قاتلوا وقتلوا وتشردوا، هم ضحايا في لعبة الأمم ونخبهم مجرد بياضقة في لعبة السياسة. مصر وتركيا ضمن فريقين من مجموعة من الدول اختاروا الساحة الليبية لممارسة رياضة التراشق بالرصاص حتى الموت وتأزيم المعضلة السهلة الصعبة حتى تعقدت خيوط حلها. لعبة ليست ودية، كرتها سذاجة المقاتلين وحكمها المصالح الخارجية التي لا ترحم. فمصر الدولة الجارة والشقيقة وامتدادنا الاستراتيجي لم تتوانى في لحظة عن الاصطفاف المعلن والمبطن لأطراف الصراع السياسي في البلاد، وبموقف دبلوماسي ناعم ومصلح ومتألم لما يحدث في بلادنا، أو هذا ما يظهر. كان أولى بينا احنا ان احنا نتدخل تدخل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة، إلا أن موقفها في الملعب الليبي الساخن حاد مدمر قاتل ومهلك بسبب ما يأتي لنا من أرض الكنانة من سلاح ودعم وعتاد وضربات جوية تسببت أكثر من مرة في دمار بنيتنا لتفرض عسكرة تمنين باستقرار هي سبب في انعدامه. فلا ننسى للقيادة المصرية صفقات الأسلحة الواردة منها وقصف طيرانها لمنشآتنا الهامة. تركيا الدولة الجميلة وموطن المشتاقين للديمقراطية والحرية وقبلة المضطهدين في بلادهم وحاضنة الأيديولوجيات المتنوعة وحتى المسمومة منها، تسعى على لسان حاكمها الرشيد بإنزال قوات في بلادنا. سبق للترك أن أرسلوا لنا المدرعات والطائرات المسيرة والتي امتشقها فريق من المتحاربون في بلادنا لقتل إخوتهم، وخاضت صواريخها هي أيضاً في قتل الطفل وتهديم البيت وتحطيم المقدرات تحت حجج توضع تحت مسميات الشرعية أو حماية الدولة الغائبة والمدنية المزعومة أو الثورة التي تضررنا في أعقابها، وكأنها تكيد لنا أو هناك من يكيد لها. هو التدخل الخارجي، هي السياسة المعدومة، وهي الوطنية الغائبة، وأيضاً السياسة الخرخاء تقابلها السذاجة المصرة على أمرها والعمالة التي تقبل بكل شيء وبأثمان بخسة. ونحن الليبيون صرنا أدوات لغطرسة خارجية، فلطالما كانت دول العالم الثالث مسرحاً للحروب والنزاعات،
انفردت ليبيا والتي ندعي حبها ونهب المهج لحمايتها ببائعين مهرة لسيادتنا وحرمة وطننا، بعدما أعمتنا أحقادنا وأغوتنا أطماعنا لنصبح دولة تتنازعها نفوذ دول أخرى ليست أفضل منا في شيء، ولنصبح أيضا جنودا مجندة مغيبين مضحوك علينا لخدمة الغريب على حساب الأخ في الوطن والضمير والوجدان والحقوق. ندرك جميعا هذه الحقيقة ونعلم كلنا أن حروبنا التي تجري على أرضنا نلعب فيها ونجري ليمارس شعبا بأكمله الموت، لأنه لم يختر من يسوسه وساسته يدفعونه للانتحار والفناء بصمت وقهر في مباراة بين دول يبدو أنه لا دقيقة 90 فيها.